مساء الخير يا حضرات، معكم المستشار العقاري محمود كساب من شركة ريال استيت جايد، استشارات ريال استيت في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة هتكلم معاكم عن مول ديسكفري في العاصمة، وهبدأ بالنسبة للمطور العقاري. شركة مصر الحرة للاستثمار العقاري هي شركة يعني معظم مشاريعها قبل كده كانت عبارة عن مشاريع انديفيدوال في منطقة التجمع والشروق. بالنسبة للوكيشن المشروع في منطقة محور الأمل، قطعة H3. القطعة دي تعتبر في النطاق الخاص لمنطقة R3 على محور الأمل. القطعة دي قريبة جدا من محور محمد بن زايد الشمالي ومن منطقة الأبراج الصينية. بالنسبة للمبنى، المول عبارة عن تجاري إداري طبي، 2 بيزمنت وأرضي و9 أدوار متكررة. التجاري بيبدأ من دور أرضي وأول وتاني، الإداري أو الطبي بمعنى أصح بيبدأ من الدور الثالث لحد الدور السادس، وبعد كده الإداري من الدور السابع. طبعا الخدمات بيكون في أماكن انتظار للسيارات، دي بتبقى قدام المول من الجهتين. البيزمنت دوت بيسع لحوالي 300 سيارة، هما يعني مهم يعني عندهم نقطة إن الدور الأرضي دوت تحديدا عاملينه هيبقى براندات، يعني كل اللي هياخد فيها تبقى سواء محلات، مطاعم، كافيهات، هتبقى كلها حاجات براندات عالمية. بالنسبة طبعا إن بيبقى في إدارة متخصصة متكاملة للمول، ديت بتبقى يعني لتيسير الأعمال داخل المول، ومن ضمنها طبعا عملية إعادة البيع للوحدات وتأجير الوحدات. الوحدات داخل المول بتكون واخدة فيو بانوراما على محور الأمل أو فيو خلفي بيطل على العمارات بتاعة R3. المول موجود فيه حوالي 6 أسانسيرات. بالنسبة طبعا لنظم السداد، بيكون في تقسيط بدون مقدم على 5 سنين أقساط متساوية، أو تقسيط على 6 سنين مقدم 5%، أو نظام سداد على 7 سنين وده بيبقى مقدم 10%، وبيكون في دفعتين في أول سنتين في مارس 2020 ومارس 2021، دي بتبقى دفعات 5% والباقي على 7 سنين، أو ممكن بنقسط على 8 سنين مقدم 10%، وبيكون في 3 دفعات 10% في مارس 2020 ومارس 2021 ومارس 2022، أو ممكن بنقسط على 9 سنين بمقدم 15% ومع وجود طبعا 3 دفعات 10% في أول 3 سنين مارس 2020 ومارس 2021 ومارس 2022. بالنسبة للأسعار داخل المول، هنبدأ بالدور الأرضي بيبدأ من 87 ألف، الدور الأول بيبدأ من 43 ألف، الدور الثاني بيبدأ من 42 ألف، الدور الثالث بيبدأ من 37 ألف و500 جنيه للمتر، الدور الرابع بيبدأ من 36 ألف و500، والدور الخامس بيبدأ من 35 ألف و500، ووصولا لحد الدور السابع 33 ألف و500 جنيه للمتر. طبعا بيكون في وديعة صيانة، ديت 10% بتدفع على دفعتين بتاريخ 12/2020 و12/2021. يعني ده يعتبر كده ملخص سريع عن المول. لو حضراتكم عندكم أي استفسارات عن أي مول داخل العاصمة الجديدة، سواء في منطقة الحي المالي أو على محور الأمل أو على محور الأمل، أو بالنسبة طبعا للمولات اللي هي في منطقة المستثمرين أو الآر 7، تقدروا تشرفوني بالاتصال في أي وقت. طبعا في لينك موجود في الديسكريبشن، لو حضرتك محتاج أي استفسار تقدر مجرد ما تضغط على اللينك ده بيوصلك دايركت على الواتساب الخاص بيا، أو رقمي قصاد حضراتكم، تقدروا تشرفوني بالاتصال في أي وقت. كان معاكم محمود كساب من ريال استيت جايد، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.